اللي راه مات تضرب ومات ودفناه ليلة الصدقة ديالو، جات الأم ديالو كتهددنا كتقول لنا ولدي راه هو عنده الوراق، بغيتو تنازلو تنازلو، ما بغيتوش تنازلو راه غنعطي على ولدي فلوس صحيحة وغنخرجو غادي يدوز عليكم كاملين. ملي كتيدوز تيدوز من حدا خالي شاد طرنوفيس وتيدير ليه بحال هكا، تيدير ليه زعما راه شادو في يديه وتيدوز من حداه، وأنا على رقبتي إلى يوم الدين. إلى واحد النهار أنا كنهضر مع خالي في الحانوت ودايزة جاية، أنا دايزة هو تيشوف في يديك شفت الخضر، تيشوف فيا بنص عين، بقى متبعني وأنا هزة بنتي صغيرة طلعت للفوق. هاد المشكل علاش طرا؟ كان واحد السيد حدانا حلاق تضرب في الجنب ديالو، ضربوا ولد هاد الانسان اللي كيقول هو حمق وهو ماشي حمق، لانه توجور بيان ابي ديما كان لابس مزيان، ديما كيبان لك هو هذاك، يعني ما بيناش فيه بانه حمق. ضرب السيد الكلوه ديالو. الام ديال هاد السيد جات عند راجلي قالت لي غادي تشهد ليا بان هاد السيد راه هو حمق باش يخرج ولدي من الحبس. الزوج ديالي قال لي هلا ما غاديش، ما يمكنش ليا نشهد فيه بانه حمق وهو خدام حلاق وعاطينو كاع الادوات الحاده في يديه، ما يمكنش ليا نشهد فيه وغدا وبعد غدا لا وصل عندي انا هادشي. بالفعل مني دوز ولدها 4 شهور وخرج جا كيقرب الراجلي مزيان لدرجه دخل الحانوت وكيسولو واش الكاميرات كيسجلوا، قلنا ليه كيسجلوا، وكيقلب كل مره كيقلب لي على الاسباب، اجي عندي اجي بغيت كارو بغيت هادي، مره كيجي عندي انا مره كيجي عند راجلي. المهم في الاخر غادي يضرب مع واحد الافريقي، مشى راجلي كيفك قال لي بقات النوبه ديالك انت، مشى راجلي ديكلارا. المهم راه القصه راني حكيتها لكم من قبل، ديكلارا دابا المشكله راجلي راه مات تضرب ومات ودفناه ليلة الصدقة ديالو، جات الأم ديالو كتهددنا كتقول لنا ولدي راه هو عنده الوراق، بغيتو تنازلو تنازلو، ما بغيتوش تنازلو راه غنعطي على ولدي فلوس صحيحة وغنخرجو غادي يدوز عليكم كاملين. واش هذا حق ولا باطل عباد الله؟ راه بزاف هادشي، راه بزاف هادشي. واش راجلي يموت وتبعو خوتو ونتبعو أنا؟ راه حنا عندنا غير هذاك المحل باش كناكلو طرف ديال الخبز، عندنا بزاف ديال المصاريف، واش نسدو محلنا ونجلسو الأرض؟ هادشي راه بزاف، راه تعدو. واش حنا كنطالبوا دابا غير القانون ياخذ مجراه الحقيقي. السلام عليكم، انا الاخت ديال الضحيه سعيد الساكيني. انا نهار الخميس كنت دايزه من تما وشت خالي جالس حدا الحانوت في حاله رعب من هاد الحلاق اللي ضربو. سلمت على خالي مسكين مخلوع خايف، سلمت عليه ومشيت تسخرت ورجعت لعندو تنقول لي، قلت لي خالي مالك؟ قال لي انا يا راه غير مع هذا تنشوف فيه باغي يتعدى عليا. قلت لي خالي الله يدير لك تا ولد الخير، وطلعت بحالي. رجع بابا هضر مع خالي نعلو الشيطان، قال لي خالي انا هو يبعد مني انا راه ما داير لي حتى حاجه. مشى خالي هضر معاه، مشى بابا هضر معاه قال لي ما تخافش انا ما غناديهش، غير سيرو كون وانين، انا والله ما ناديه. وهو الناس كيجيو تيقولوا لي تيقولوا لخالي غير رد معاه البال، هو راه داير بالو باش يغدرك، غير رد معاه البال. شحال من واحد كيقول لي غير رد معاه البال، راه هو داير بالو غيغدرك، راه هو غدار. ومشى خالي للبوليس، وجاو البوليس نهار الخميس اللي لا غد ليه الجمعه غادي تقتل خالي. جاو البوليس هضروا مع خالي وهضروا معاه، هو قال لي راه ما غاديش يهضر معاك، غير سير وكون هاني، راه ما غاديش يهضر معاك، انت جلس في حانوتك. وقال الاخر، قالوا الاخر جلس انت في حانوتك، ومشاو بحالهم. لا غد لي في الصباح حتى كنسمعوا ان الفاجعه وقعات ديال خالي، راه انه تقتل، ضربوا ثلاثه ديال الضربات ونازل عليه بعصا للراس. انا سيدي كنت مره ملي كنكون دايزه كندوز مع عند خالي تنسلم عليه ضروري، حنا خالنا حنا يلاه باقي يلاه جا من السعوديه غير في 2016، شحال من عام ما شفناهش حتى جا عندنا في 2016. ملي جا باقي حنا ما شبعناش منه، باقي يلاه المشاكل باقي هنا يلاه تيتانستالا. منين نحل هذا الحانوت باش يترزق منه الله،
تسلط عليه هاد السيد. حنا انا ما عرفاش كيفاش بدا المشكل، راه عاودات لكم الزوجه ديالو. احنا ملي كنكونوا دايزين تيقول لنا، تيقول لنا شوف، وتنقولوا ليه رد معاك البال، راه كنعرفوه، راه غادر الناس، راه فايت غادر واحد السيد، ضربوا الكلاوي ديالو تشد فيها غير بعشهور، تشد فيها غير بعشهور. وتيقولوا، تيقولوا الناس حنا عندنا دقه صحيحه في البوليس، ولدي يديرها، وانا غنثبت بان راه ولدي راه حمق. راه انا ديما كتقولي لي انا راه عندي دقه صحيحه في البوليس، غادي ديما كنثبت، ديما عندي الاثبات على ان ولدي حمق ما غيدوش فيها. وملي ضرب هذاك السيد، جا هو عند خالي كيقول هذا الشيء، خالي الله يرحمه عاودوا لنا بفمه، ماشي كذوب، قال لك قال لينا راه تيجي عندي، تيقول جات عندنا امه ملي ما بغيناش نشهدوا معاه حيحات عليهم في الزنقه. وهو كذلك ديما تيجي يحيح، تيمشي عند خالي تي قال هكا، قال لي خالي بهالطريقه، قال لك تيدوز من حدا خالي، شاد طرنوفيس وتيدير ليه بحال هكا، تيدير ليه زعما راه شادو في يديه وتيدوز من حداه. وانا على رقبتي الى يوم الدين، الى واحد النهار انا كنهضر مع خالي في الحانوت ودايزه، جايه انا دايزه، هو تيشوف في يديك، شفت الخضر، تيشوف فيا بنص عين، بقى متبعني وانا هزه بنتي صغيره طلعت للفوق. ديما وانا سبحان الله العلي العظيم، فيما من نهار سمعت هذا الخبر وانا كنحلم حلمه خايبه، كنحلم خلبه خايبه، وديما تنقولها لخوالي، تنقول لهم الله يحضر السلامه في هذا الشيء، ديما تنقول لهم الله يحضر السلامه في هذا الشيء، راه خالي تقدر تجي فيه شي دقه الخضر ويموت لينا نترزاو فيه، ديما تنقولها. حتى لذاك النهار في الصباح جاتنا الخبر. واش اللي مريض عيحلوا لي حانوت، وحانوت ديال الحلاقه اللي فيه الات حاده، يعني ديال إيه؟ انه يدير بهم اي جريمه، وفايت ضيجة داير جريمة، داير محاولة قتل بمقص النيت، وشحال من واحد ضرب شي واحد لوجهو، يعني هاد الناس هادو بزاف. حنا بينا وجهنا اننا بغينا نهضرو باش الدم ديال خالنا ما يضيعش، ولاني الناس الاخرين الا بقاو ساكتين راه هاد السيد غادي يخرج وغيدير شي حاجه كثر. حنا بغينا ليه اقصى العقوبات، حنايا ما غنسمحوش في الدم ديال خالنا. البارح جايه هي امو تتقول لنا سمحوا ليا، سمحوا ليا، كيفاش غنسمحوا ليها؟ كيفاش هي تحط راسها بلاصتنا حنايا اللي مات لينا خالنا؟ هي راه ولدها مشدود، نهار عاد توحشو غادي تمشي تشوفو. حنا فين غنمشيو؟ غنمشيو للمقبره نشوفو التراب ديال خالنا؟ حنا خالنا ضاع، حنا بغينا حقو، حنا بغينا حقو. كنطلبوا من جلالة الملك والسي الحموشي وولاية الأمن كاملة ياخذوا لينا حقنا، ياخذوا لينا حقنا. حنا ما بغيناش نديروا شرع يدينا، جات عندنا مو البارح كون بغينا نديروا شي حاجه كون درناها، حنا بغينا الامن ياخذ لينا الحق ديالنا. هذا الدم ديال هذا السيد هذا ما يضيعش، العداله تاخذ المجرى ديالها. حنا الدم ديال خالنا ما بغيناش يضيع، وما غنسمحوش، ما غنسمحوش ليهم، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، لانه هو داير باله غيقتلو، ماشي ضربه خطا ولا شي حاجه، داير باله انه غادي يقتلو، كيهدد، تيهددو، داير لي محاوله قتل مع سبق الاصرار والترصد. ما غاديش نسمحوا لي انا، بعدا ما غاديش نسمح ليه، ما نسمحش ليه لا في الدنيا لا في الاخره، ما نسمح ليه لا في الدنيا لا في الاخره، لان ضيعنا في خالنا، خالنا ضيعنا فيه. واحد الراجل اللي طيب، كاع الناس تيشكروه، كاع الناس تيشكروه، كلشي تيشكروه، كلشي تيشكروه، كلشي تيشكروه، لا الكبير لا الصغير، كلشي تيشكروه، ضيعنا فيه، الله ياخذ فيه الحق، الله ياخذ فيه الحق، ما نسمحوش ليه، ما نسمحوش ليه، الله ياخذ فيه الحق. ما يقولوش مريض، ما يقولوش مريض، غير اللي قتلت يقولوا راه مريض، ما يقولوش مريض، هذا ما مريضش، هذا عارف راسو شنو تيدير، عارف راسو شنو تيدير. منين هز آلة حادة وضرب ضربه ثلاثة ضربات يعني طاعنة ديال القتل، هذا عارف راسو شنو تيدير، ونزل عليه بالعصا، والمرا منين غوتات طلع للسطح ضربها بحجرة، يعني هذا عارف راسو شنو تيدير، وخبى المقص. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. بغينا الحق ديال خالنا يتخاد، هادشي اللي تنطلبوا، تنطلبوا من جلالة الملك، وتنطلبوا من السلطات، وتنطلبوا من الامن، وتنطلبوا من اصغر واحد في هاد البلاد الى اكبرها، كنطلبوا الحق ديال خالنا، كنطلبوا من الدم ديال خالنا ما يمشيش هباء المنثورة. باقي حنا ما شبعناش منه، حنا باقي ما شبعناش منه. مع سبق الاصرار والترصد، لان كاين تهديد وكاين طرنوفيس، اللي حمق ما تيهش طرنوفيس وضربوا مقص، والمقص وطاح في الارض ومازال تيضربوا بالزروطه للراس. هادشي اللي نقول لك، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، هادشي اللي كنقول لك.